السلام عليكم. هل السوق المصري جاهز لتطبيق البيم، خصوصا هيتم تطبيقه فجأة؟ لو احنا استنينا لحد ما السوق اللي احنا نشتغل فيه يكون جاهز، معنى كده ان احنا متأخرين. لازم القرار يجي، ولازم القرار ده هو اللي هيخلي الموضوع يتسارع وان هو يبدأ في التنفيذ، فما فيش اي مشكلة خالص. الناس تقريبا كلها بتعرف تشتغل سوفت وير. السوفت وير ده جزء من التكنيكال، في حاجات تانية غير السوفت وير، والتكنيكال ده جزء من البيم، في حاجات تانية غير التكنيكال زي البروسيس، زي الدوكيومنتيشن اللي موجودة. كل الحاجات دي هنتعلمها واحدة واحدة. احنا تقريبا شرحنا كلها في بماريبيا، الناس تقدر ترجع ليها ونبدأ ان احنا ناخد خطوات عملية، وان شاء الله هتلاقي الموضوع سهل وبسيط. البيم منطقي، البيم سهل جدا ان الطلبة تفهمه في الجامعات، سهل جدا انها تبدأ تشغله في الموقع، سهل جدا انها تشغل بيه في المكاتب، فان شاء الله يبقى ليه مستقبل باهر. انت بس ابدأ.